احنا مش عندنا منتخبات، احنا مجلس اداره اتحاد الكوره ده مبهدل مصر، يهين منتخبات مصر ويهيننا، ولا يوجد ناقد شيء عند وقت نتكلم على ما فيش هدوء. ما انت عارف احنا عشان نتكلم احنا في احنا مش منتخب الشباب طلع، منتخب الشباب طلع في مرحله احنا بطل افريقيا، ده احنا داخلين في كوارث. شبابنا كده، اما شبابنا بقوا كده يا جماعه. منتخب 98 مهدد، ها منتخب 98 مهدد، دول كوارث. انا كنت قاعد مع حد محترم جدا يعني وتقيل، ورئيس نادي ليه اسمه يعني، فكان بيقول قال لي يعني قال لي بص انا ما كنتش واخد بالي بالمناسبه، شايف اعضاء مجلس اداره الاتحاد الكوره دي كلهم؟ قال لي ما فيش واحد فيهم ينتمي لنادي كبير، فيش منهم ولا اهلي ولا زمالك. انا كنت في الكلام ده على فكره قبل كده، انا انت كلمت انا انت النور كان قاطع عندك ساعتها واضح. انا اتكلمت في الكلام ده وبعدين ما فيش حد مارس كوره بشكل احترافي، وكمان مش مارس الاداره حاجه، ده واحد اهم حاجه عنده لما كان المركز الشباب بتاعه واخد 75000 جنيه، يا نهار ابيض احنا جالنا الفرج والسما لطرت فلوس، المركز الشباب عنده 75 جنيه ولا نادي اسوان بقى دخل له ما اعرفش المحافظ اداله كام، فده هيدير المنتخب ازاي يعني؟ مش عارف، او انا كنت معتقد ربما يكون عندهم حاجه في الاداره، دول عندهم كوارث. فالنهارده مع الاحترام للاشخاص طبعا ده بتكلم على الاداء، مش موجودين في الاداء، اداء مين؟ على عيني وراسي بحترمهم على جنب بس بيدمرونا سمعتنا في ادائهم، يعني ادائهم بيدمرك يعني. طبعا وبعد كده ولا بيعرفوا يراقبوا ولا بيعرفوا يحاسبوا وما عندهمش النرف حتى، دي ناس ما عندهاش. ما انت ساعات ايه يعني، انت لازم تشوف مثلا رئيس نادي الزمالك ورئيس النادي الاهلي قبل الماتش، انا واثق هم كانوا متوترين ازاي طبعا، وشوف التوتر لانه هو عنده جماهير، انما ده ما عندوش احساس لانه ما عندوش جماهير. كبيره كان بيتفرج على ماتش او بيقعد يشجع مركز شبابه، 200 واحد قاعدين او 50 واحد في مركز شباب بيتفرجوا عليه، هو ده موضوعه يعني. فده مش حاسس ان في ملايين بتشجع المنتخب يا اخي، ملايين، ما عندوش احساس هو يعني ايه يعمل فرق ناشئين، لان هو في ادارته وفي مراكز شبابه وفي انديه الدرجه الثانيه بتاعتهم ما عندهمش فلوس اساسا، ما عندهمش كور للفريق الاول، هيدربوا ناشئين اساسا يعني الموضوع ده. فانا بقول لك فتكتشف علشان الضجه اللي عاملها الصراع ما بين الاهلي والزمالك، او الخلاف اللي اتمنى ان هو يهدى ما بين الاهلي والزمالك، او معركه الالتراس، بس بالمناسبه احنا عندنا ان شاء الله هيبقى دوري قوي جدا يعني جدا. او معركه الالتراس، فكل ده واخدنا من الكارثه اللي موجوده في المنتخب الاول، والكارثتين بتاعت منتخب الشباب، والكوارث اللي بيعملها اتحاد الكوره.